الحرب الروسية الأوكرانية طالت فاستنفذت مخازن الأسلحة والذخائر لدى الطرفين. كييف تناشد الغرب تزويدها بالمزيد، وموسكو تسرع الإنتاج الحربي مع ما يتضمنه ذلك من ذخائر وصواريخ ودبابات وأنظمة عسكرية وغيرها. تقول وزارة الدفاع إنها تنتجها لتحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا. كيف ستنجح روسيا في تجاوز نقص الأسلحة في ظل الإمدادات الغربية المكثفة إلى كييف؟ الوضع إذن يمكن اختصاره بسباق تسلح بين روسيا والغرب الداعم لأوكرانيا، فمن الذي يسبق؟ وهل ستتغير معادلة الميدان؟ ولصالح من؟ وفي توسيع لمحور النقاش نسأل الليلة، هل الغاية من تكثيف تصنيع الأسلحة روسياً واستيرادها أوكرانياً تحقيق توازن قوة أم الاستعداد للتصعيد المقبل؟ وضيفانا في هذا الحوار من موسكو الكاتب والباحث السياسي يفغيني سيدروف، ومن كييف رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار الدكتور عماد أبو الرب. أهلا وسهلا بكما معنا الليلة إلى هذا الحوار من غرفة الأخبار. لأبدأ مع السيد يفغيني من موسكو، لأي أسباب سيد سيدروف يطالب وزير الدفاع الروسي شويغو مجمع الصناعات العسكرية بزيادة إنتاج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة؟ الجانب الروسي يقول إنه ذلك لتحقيق أهداف العملية العسكرية، لكن يبقى التساؤل هنا، هل أهداف العملية العسكرية الروسية في خطر إذن؟ تحية لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. أعتقد إذا يعني حاولت أن أرد بشكل مباشر على هذا السؤال، لأي أسباب يعني يجري الحديث عن ضرورة زيادة ومضاعفة إنتاج المنتجات العسكرية، فهذه الأسباب برأيي أنا بسيطة، ليس فقط لتحقيق الأهداف الواردة في الخطة الروسية لهذه العملية العسكرية، وهناك كما نعلم هدفين معلنين حسب رأي موسكو، وهما اجتثاث النازية وكذلك تدمير الآلة العسكرية الأوكرانية. ولكن بالإضافة إلى ذلك أعتقد بأن هناك هدف آخر، وهو الإسراع في الإنتاج وصنع هذه الأسلحة لربما تقريبا لحظة انتقال القوات الروسية إلى الهجوم ردا على الهجوم المضاد الذي بدأت تشنه القوات الأوكرانية منذ أسبوع. الآن بات واضحا ربما للجميع أن هذا الهجوم المضاد كما يسميه الأوكرانيون حتى الآن لا يأتي بنتائج مشجعة وحتى بنتائج إيجابية تذكر، لأن حتى المعلقين والخبراء العسكريين الغربيين يعترفون بأن هذا الهجوم وإن كان يجري فهو يجري ببطء شديد، يعني لدرجة أن هناك ربما أمتار مئات الأمتار أو بضعة كيلومترات كان يمكن للقوات الأوكرانية أن تقطع هذه المسافة، ولكن هذا لا يعني أنها لن تتراجع. واضح تماما أن روسيا ستبذل كل جهودها خلال الفترة القريبة القادمة لجعل القوات الأوكرانية تنسحب وتتراجع من تلك المواقع التي ربما هي كانت قد سيطرت عليها، ولكن هذا أمر مشكوك فيه من قبل القيادة العسكرية الروسية التي تؤكد أن القوات الأوكرانية عجزت حتى عن اجتياز أو اختراق الخط الأول للدفاعات الروسية التي كانت محصنة بشكل جيد، لأن واضح أن موسكو لم تقف مكتوفة الأيدي في انتظار هذا الهجوم المضاد، وإنما يعني بذلت كل ما بوسعها للاستعداد لهذا الهجوم، ويبدو أنها مستعدة أيضا ليس فقط لصد هذا الهجوم وإنما للانتقال إلى هجومها هي. وبهذا الصدد لهذه الأسباب دعا وزير الخارجية شويغو إلى الإسراع وزيادة الإنتاج في المصانع الحربية. سنعود بطبيعة الحال للحديث عن هذا الهجوم الممكن أيضا من قبل الجانب الروسي بعد تمكين هذه التقنيات، إضافة تقنيات جديدة إلى هذه الأسلحة كما ذكرنا
إلى منتجاتها التي باتت بحسب المراقبين أكثر شراسة وأكثر قدرة على المناورة اليوم. دكتور عماد أهلا بك معنا أيضا إلى هذا الحوار. استمعت لمداخلة السيد سيدروف وكأننا أمام سباق تسلح في هذه المرحلة، لا أحد يعلم إن كان هذا السباق يحضر لمرحلة جديدة من هذه الحرب أو لحسم ما. أيضا كييف بحاجة للمزيد من الأسلحة، إنها بانتظار طائرات F-16. الرئيس زيلنسكي أكثر من مناسبة عاد ليذكر أنه لا يمكن لهذا أو هذه، خلينا نقول، المقاومة الأوكرانية أن تستمر من دون هذه الأسلحة. هل اليوم توفر خلينا نقول السلاح النوعي من يحدد انطلاق المعركة الكبرى من هذا الهجوم، إذا ما اعتبرنا أن الهجوم المضاد قد بدأ؟ لضيفكم الكريم، أهلا وسهلا. للأسف الشديد أن نقول أن الحرب استنزفت الطرفين واستنزفت العالم. الآن أغلب دول العالم تسعى للتسلح أكثر من يعني مجموع الدخل القومي، ما لا يقل عن 2-3% من الدخل القومي يوجه نحو التسلح لكل هذه الدول. المستفيد الأول بالتأكيد يعني هي الدول المصنعة للسلاح. لكن إذا عدنا إلى الطرفين المتحاربين روسيا وأوكرانيا، واضح أن روسيا كانت تعتقد أنها ستقوم بعملية محدودة، ولذلك لم تحسب أن يتم إطالة أمد الحرب إلى هذا المستوى، إضافة إلى أنها لم تتوقع أن يكون صمود الجنود الأوكران بهذا الكم، إضافة إلى أنها كذلك لم تقرأ جيدا التفاف الناتو وحلفاء أوكرانيا معها، والذين لا زالوا يقفوا ويتوحدوا في دعم أوكرانيا. الآن عندما نتابع نحن هنا في أوكرانيا الميدان في الجبهات، هناك عشرات الآلاف من القذائف شهريا، هناك شبه استنفاذ لما لدى روسيا من مخزون إضافة إلى أوكرانيا بالتأكيد. ولكن روسيا كما نسمع أنها تسعى لتفعيل وتوسعة دائرة التصنيع وتسريع هذه الدائرة، هذا يعني أنها بدأت تفهم أن الحرب ستكون طويلة وأنها ليست مجرد عملية، إضافة إلى أنها لم تستطع أن تحقق أهدافها بشكل واضح. حتى المناطق التي سيطرت عليها بدأت أوكرانيا الآن تستعيد، وهذه المدن والقرى التي تستعيدها أوكرانيا يتم تصوير فيديو للجنود الأوكران وهم يرفعون العلم الأوكراني على المباني المعروفة لدى الجميع. لكن دكتور عماد، قال السيد سيدروف الآن أنه حتى خطوط الدفاع لم تستطع أوكرانيا على الرغم من كل هذا الدعم الغربي لها باختراقها حتى الساعة. بدي أسمع ردكم. من المبكر أن نقول أن أوكرانيا حسمت أو أن روسيا حسمت أو أن أوكرانيا فشلت أو أن روسيا استطاعت أن ترد الهجوم المضاد. لماذا؟ الرئيس الأوكراني زيلينسكي أعلن أننا نتقدم ببطء، والسبب نعم أن هناك وجود العديد من الألغام التي زرعتها القوات الروسية، إضافة لخطوط الدفاع التي نحاول اختراقها والتعرف على نقاط الضعف فيها. من المبكر لأوانه أن نقول أن هناك إخفاق. لماذا؟ لأنه للأسف في البداية نقول أن مسار التفاوضات معطل، والآن بدأت الوساطة الإفريقية التي نتمنى لها التوفيق، ولكن في ظل ضعف هذا المسار أوكرانيا واضح أنها تكتشف يوما بعد يوم نقاط الضعف في الجانب الروسي وخاصة في منطقة دنيسك وزاباروجيا، وتضرب ضربات قوية وتحقق نتائج. الآن النتائج لصالح أوكرانيا وليست لصالح روسيا رغم أنها تتقدم ببطء. أما في منطقة خيرسون التي تم تدمير سد نوفيكاخوفكا فيها، والذي فعلا تسبب بتعطيل تقدم القوات الأوكرانية، لكن أوكرانيا كذلك تدرس ماذا ستقوم به مستقبلا من خطط عسكرية، ماذا بعد ذلك. واضح أن أوكرانيا تراهن على ألا يتوقف الدعم العسكري لها، لأنه إذا توقف في التأكيد سيؤثر على قدرتها على الصمود والمواجهة في الأيام القادمة. سنعود للحديث معك دكتور عماد أبو الروب عن سباق التسلح وأهميته في صمود القوات الأوكرانية في الميدان. سيد يفغيني سيدروف، أشار الدكتور عماد إلى نقاط كثيرة أضيف إليها عدد من التحليلات. لتساءلت روسيا الدولة العظمى لماذا تحتاج إلى سباق تسلح حتى تحسم هذه المعركة؟
أنا لا أعتقد بأنها تحتاج إلى سباق تسلح على غرار ما كان. مثلا طالما أننا استخدمنا هذا المصطلح فهو يعيد إلى الذاكرة ربما سنوات الاتحاد السوفيتي وسباق التسلح بين روسيا والولايات المتحدة، الدولتين العظميين في ذلك الوقت. ولكن الآن وإن كان الحديث عن هذا السباق التسلح فهو برأيي أنا يعني أمر مبالغ فيها نوعا ما، لأن الحديث لا يدور عن جبهات واسعة وعدد من البلدان التي ربما تنجر في هذا الصراع بشكل مباشر. طبعا روسيا تعتقد وهي على يقين بأن دول الناتو هي شبه منجرة في هذا النزاع، وهي أصبحت تقريبا يعني طرفا في هذا النزاع إلى جانب أوكرانيا. ولكن طالما أنها لم تدخل حتى الآن بشكل مباشر في مواجهة عسكرية فهذا، لكن إذا كانت جبهات محدودة يا سيد يفغيني لماذا لا تحسم؟ نعم، لماذا لا تحسم؟ الجواب واضح وبسيط، الامدادات المتزايدة من الأسلحة الأمريكية التي كانت قد بدأت من ربما أشياء متواضعة إن صح التعبير لتتحول من بعد ذلك إلى الدبابات من طراز ليوبارد أبرامس، ومن ثم إلى المقاتلات من طراز F-16، رغم أن يعني هذه المسألة لم تحسم حتى الآن، إلا أن هناك وعودا من قبل عدد من الدول الغربية بأن هذا الأمر سوف يحسم ألم تضع موسكو ذلك في حساباتها قبل بدء العملية العسكرية؟ هل كانت تتوقع موسكو أن يترك الغرب أوكرانيا تتخبط بمفردها سيد يفغيني؟ لا، موسكو طبعا لم تتوقع أن الغرب سوف يترك لأوكرانيا وتتحرك بمفردها في مواجهة موسكو، ولكن ربما موسكو لم تتوقع أن هذه المساعدات ستكتسب مثل هذا الحجم والنطاق، وهذا ربما أصبح لدرجة معينة نوع من المفاجأة. ولكن الآن روسيا تتعلم بسرعة وتستفيد من الأخطاء التي ربما كانت قد ارتكبت في بداية هذه العملية، وهي بلا شك تتحضر لمختلف التطورات والسيناريوهات والمفاجآت التي ربما قد تأتي في إطار هذه العملية العسكرية. ولكن لابد من ذكر أمر هام في رأيي، وهو اقتراب موعد قمة الناتو في فيلنيوس في تقريبا منتصف الشهر القادم أو قبل بداية منتصف الشهر بثلاثة أيام في العاصمة الليتوانية فيلنيوس. فإذا لم تحقق كييف حتى هذا التاريخ نجاحات ملموسة على الأرض في أوكرانيا، فهذا ما يدفع بعض الدول الغربية، ليس كلها وإنما البعض منها، إلى التفكير في فائدة الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالأسلحة المطلوبة لها لتتمكن من مواجهة روسيا. وهذا يعني أنه ربما سيأتي وقت ستصل فيه دول الغربية إلى إدراك هذا الواقع وتجمد. خلينا نسأل دكتور عماد عن هذه النقطة إمداد المهمة. أوكرانيا ومد أوكرانيا طبعا أعذرني سيد يفغيني، سأعود إليك للحديث لربما عن الاستراتيجية الروسية يعني مقابل الناتو، وإن كانت موجودة اليوم وهل يتم مراجعتها في هذه المسألة. هيك أعطيتك فكرة عن الأسئلة المقبلة. لكن دكتور عماد، يقول السيد يفغيني أنه أوكرانيا تخشى في هذه المرحلة أن تراجع دول ناتو حساباتها بما يخص هذه الحرب، فهي تقدم الكثير ولا ترى نتائج ملموسة في الميدان. شو رأيكم؟ باعتقادي بداية أوكرانيا تجاوزت هذه المرحلة. الآن واضح أن الناتو أصبح لها هو هدف واضح، إضافة إلى أمريكا وبريطانيا على سبيل المثال، وهما ألا تخسر أوكرانيا هذه الحرب. ليس هناك أي هدف يعني قريب أو بعيد المدى حول أن تتجه أوكرانيا لمهاجمة الأراضي الروسية، لكن واضح أن هناك دعم أصبح ركيزة وثابت من ثوابت القيادة الناتو الحلف الأطلسي في دعم أوكرانيا وعدم تركها وحيدة. والدليل على ذلك أن نوعية وكم الأسلحة التي تقدم لأوكرانيا شهريا تزداد. عندما بدأت 2023 زاد النوع والكم، عندما الآن قاربنا على بداية المنتصف الصيف الآن بدأت كل الوعود أو الخطوط الحمراء التي كانت يعني الدول تتحفظ عليها في دعم أوكرانيا بدأت تقدمها، سواء الدبابات ليبارد 2 وغيرها، أو الآن كل الدول تقريبا بدأت مستعدة لتدريب الطيارين الأوكران
على طائرات اف 16. اذا للاسف لا زالت روسيا لا تقرا المشهد بشكل دقيق او صحيح كما ارى. لماذا؟ لان الفترات الاخيره كميات الأسلحة ونوعيتها التي تصل أوكرانيا كثيرة ومتعددة، وهذا يفسر كما أشار الضيف الكريم. لكن ألا توافق دكتور عماد أنه هذه الكميات مرتبطة لربما بالتقدم اللي تحرز القوات الأوكرانية في الميدان؟ لأنه البعض ربط حتى تسليم طائرات الـ F-16 بما يمكن أن تحققه هذه العملية اللي نتابعها الآن، والتي يضعها عدد من المحللين في إطار هذا الهجوم المضاد. هذه أصوات يعني فردية وليست ولا تمثل أبدا الناتو ولا حلفاء أوكرانيا. حلفاء أوكرانيا لا يراهنوا على عملية واحدة، وأوكرانيا لم تضع هدف واحد في هجمة واحدة مضادة، بل قالت أن هناك عدة عمليات. إذا روسيا نفسها على باخموت يعني شهور، أكثر من 8 شهور وهي تقف في مدينة واحدة وتقول أنها تقوم في عملية ولم تستطع أن تنجزها، والآن القوات الأوكرانية تتقدم نحو باخموت، إذن فكيف نطالب أوكرانيا منذ 4 يونيو هذا الشهر أن نقول لها أنك فشلت في الهجوم المضاد؟ نحن نريد أن نصل إلى تسوية ونأمل ذلك، ولكن لابد أن نقدم القراءة الواقعية للميدان الواقعي الذي يوجد حاليا. أوكرانيا أصبحت أقوى من الأمس، أوكرانيا تمتلك أسلحة نوعية، الجنود الأوكران بعشرات الآلاف يتدربوا في أوروبا ويعودوا أكفاء في إتقان هذه الأسلحة النوعية، واستطاعوا أن يربكوا ويوقعوا الخسائر الكبيرة في الجانب الروسي. شو رأيك سيد إفغيني، إلى أي مدى أحرجت هذه الحرب الجانب الروسي اللي نراه اليوم؟ وحضرتك يعني توافق معي يراجع الاستراتيجية العسكرية اللي وضعها لهذه العملية العسكرية؟ ما هو مراجعة الاستراتيجية العسكرية أمر طبيعي في مثل هذه الحالة، ولو لسبب بسيط واحد، وهو أن هذا الصراع، هذا النزاع نشب وهو الوحيد تقريبا بهذا الشكل وبهذا النطاق بعد الحرب العالمية الثانية، علما بأنه بدأ بين دولتين أو جمهوريتين كانتا تنضمان معا إلى الاتحاد السوفيتي السابق على مدى أكثر من 70 سنة. وهذا ما يميز هذا الصراع ويميزه عن غيرها بشكل ملحوظ، وطبعا هناك خصائص لابد من أخذها بعين الاعتبار. بالنسبة لما تفضل به ضيفكم، أنا موافق ربما على معظم ما قاله باستثناء شيء واحد وهو لم يذكره. نحن عندما نتحدث عن الأمال الأوكرانية ويعني أمنياتها بأن الغرب سيستمر في دعمها وتزويدها بكل ما تحتاج إليه أوكرانيا، ربما نتناسى أمرا واحدا وهو الداخل في كل بلد من البلدان الغربية. رأي المواطن الأوروبي وحتى المواطن الأمريكي مهم جدا، وهو بطبيعة الحال يتساءل حتى الآن، وربما سوف تتزايد هذه الميول في المستقبل القريب، لماذا يعني تنفق حكوماتنا، يعني بمعنى حكومات دول الغربية والولايات المتحدة، المليارات لدعم أوكرانيا دون أن نرى أي نتائج ودون أن تأتي هي بتلك الأهداف التي كانت قد أعلنتها؟ لكن هل تراهن موسكو اليوم على يمكن رأي الداخل في هذه الدول؟ نحن أمام تطورات بإمكانها أن تتوسع بشكل سريع وأن تتحول إلى مواجهة نووية بحسب التصريحات الرسمية الروسية. نتحدث الآن عن آراء من داخل هذه الدول وكيفية تأثيرها بمسار هذه الحرب. نعم، هذا صحيح. هذه الآراء وتأثيرها لا شك أنها أمر لا يمكن إسقاطه من الحساب إن صح التعبير، لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل كل حكومة وكل سلطة في دولة غربية، أي دولة غربية، لكي تتخذ هي في المستقبل قرارا تلو الآخر لتوسيع نطاق المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. ما الذي يعني كيف سيرد على ذلك المجتمع أو الأوساط الاجتماعية والرأي العام في هذا البلد أو ذاك؟ واضح تماما أن هذا الرد لن يكون إيجابيا،
يعني معظم المواطنين ومعظم الأوساط الاجتماعية في هذه الدول ستعارض آجلا أم عاجلا هذا النهج، وربما تطالب السلطات بإيقافها أو التخلي على الأقل عن هذه الأرقام الهائلة التي تقدم في حالات كثيرة بلا مقابل، لأن الحديث يدور في الحقيقة يعني في بعض الحالات عن مساعدات خيرية، يعني لن تسدد أوكرانيا هذه القروض حتى بعد ربما سنوات عديدة، هذا الأمر واضح تماما. طيب. وبالتالي يعني الأوضاع الحالية حول هذا الصراع سوف تنعكس آجلا أم عاجلا وبشكل سلبي على الأوضاع الداخلية في تلك الدول، وهي ربما ستضطر إلى مراجعة حساباتها في هذا الصراع. على ما يبدو روسيا اليوم تراهن على آراء الشعوب داخل هذه الدول دكتور عماد أبو الروب، لكن هناك الكثير أيضا من التقارير اللي ربطت تأخير تسليم طائرات F-16 بما يحدث في الميدان وبانتظار لربما نتائج أو انتصارات أوكرانية في هذا الإطار لتقديمها. بالتالي اليوم قبل قمة الناتو المرتقبة، إلى أي مدى أوكرانيا بحاجة لنصر في هذه المرحلة حتى تتمكن من استمرار هذه المعركة ومن الاستمرار أيضا بالحصول على الأسلحة الغربية؟ باعتقادي بداية أن نكون يعني نقرب للمشاهد مفهوم النصر. أوكرانيا عندما تواجه ثاني أكبر دولة في العالم روسيا وتستطيع صمود كل هذه الفترة، هذا نصر. عندما تبقى القيادة السياسية الأوكرانية والعسكرية متماسكة إلى هذه اللحظة، بل ويعني تجمع وتحشد القوات الأوكرانية لمواجهة القوات الروسية وتحقق إنجازات وأجبرتها على الانسحاب من حدود كييف ثم خاركوف ثم خيرسون والآن في منطقة باخمون. للعلم يعني كنت قبل شهر على مشارف مدينة باخمون، كنت مع الصليب الأحمر الدولي وكانت هناك يعني متابعة للوضع الإنساني، وشاهدت يعني التواجد العسكري الكثيف في هذه المناطق، وهذا كان دلالة على أن أوكرانيا تمضي قدما وتحقق نتائج إيجابية. ولا أعتقد أن الغرب يريد من أوكرانيا أن تنتصر الانتصار العسكري الحاسم الذي يقسم ظهر روسيا، ولكن هو يريد أن بداية أن يمنع روسيا من أن تنتصر، ثانيا أن تعيد وتستعيد أوكرانيا أكبر قدر ممكن من أراضيها للجلوس للتفاوض دون أن تكون هناك إملاءات على الجانب الأوكراني. وهذا ما كرره كذلك الرئيس الأوكراني إذا لاحظنا زيلينسكي عدة مرات، أننا نعرف أن روسيا تريد أن نجلس الآن لتجمد الحرب دون أن نصل إلى حل ثابت كامل. هذا يعني أننا سنقبل بالأمر الواقع وستبقى أراضينا محتلة، وهذا ما ترفضه أوكرانيا، وتجد التفاف الناتو حولها دون أن يكون هناك أي تردد. للآن كما أؤكد يعني أن الناتو سياسيا وعسكريا وإنسانيا لا زال يدعم الشعب الأوكراني، لا زال اللاجئين الأوكران أكثر من 8 مليون يحظوا باحترام ودعم في الإقامة والمبيت والمأكل والمشرب والعلاج والتعليم. الجنود الأوكران يحظوا بكل الدعم العسكري إضافة إلى الدعم الاستخباراتي. ليست أوكرانيا وحدها هي التي تخطط الآن، هي تخطط المعركة ولكن ليست وحدها التي تجمع المعلومات. لأكون دقيق، هي تحصل على معلومات من دول عظمى، يعني أجهزة عالمية كأمريكا وبريطانيا. لابد لروسيا أن تعيد قراءة المشهد من جديد وتدرك أن أي استمرار في هذه الحرب هي الخاسر الأكبر. الاقتصاد الروسي سيخسر، الداخل الروسي سيزيد امتعاض وسيزيد يعني احتقانات، كما سمعنا وشهدنا وجود جماعات مسلحة في الداخل الروسي. ناهيكم عن العزلة السياسية التي نراها لروسيا مع دول العالم والتي تتسع دائرتها يوما بعد يوم. هل لهذا السبب سيد يفغيني في الدقائق القليلة المتبقية لنا استمعنا للرئيس بوتين يقول إن موسكو منفتحة على الحوار وعلى هذه المبادرة الجديدة، هل في أمال لربما بإنهاء هذه الحرب؟
لا شك أن هناك آمال يعني في القيادة الروسية وتحديدا لدى الرئيس الروسي بإنهاء هذه الحرب، ولكن طبعا المسألة الرئيسية هي الشروط التي تتمسك به كل من روسيا وأوكرانيا، فهذه الشروط تجعل مواقف الطرفين متباعدة إلى حد لا يمكن أن نتصور متى سوف يحل وقت ستلتقي فيه ربما ولو لدرجة صغيرة جدا يعني مصالح البلدين المتصارعين سريعين، لكي يكون بالإمكان إيجاد نقطة انطلاق أولا لإعلان هدنة ووقف إطلاق النار ولو مؤقت، من ثم تبادل الأسرى على نطاق واسع وهذا ما يوافق عليه الطرفان الآن، ومن ثم الانتقال إلى مناقشة المواضيع المتنازع عليها فيما يتعلق بالأراضي وما شابه ذلك. يبدو أن القيادة الأوكرانية لا يهمها كم من الأوكرانيين سوف ربما يقتلون من خلال المعارك القادمة، ولذلك هي تصر على ضرورة التزام روسيا بتلك الشروط التي سمعناها دائما من قبل الرئيس الأوكراني، ولكن الوقت يمر ولا أعتقد أنه سوف يمر لصالح أوكرانيا خلال الفترة القريبة. سنكون بانتظار تطورات جديدة أيضا مع قرب قمة الناتو المقبلة. شكرا جزيلا لضيفي الليلة في هذا الحوار من موسكو، الكاتب والباحث السياسي يفغيني سيدروف، والدكتور عماد أبو الرب من كييف، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار. شكرا لكم.